مشاهدي قناة شوف تي في، سلام الله عليكم. كنت واجد معكم من دوار أولاد ناصر بجامعة ولاد حسين إقليم الجديدة، معنا الأب ديال يونس الحمراوي. هذا الولد اللي عنده 20 سنة اختفى على الأنظار لمدة كتزيد على سنة، والعائلة ديالهم يعني كيناشدوا كل من شاهد هذا الولد أو لا تعرف على المكان ديال التواجد ديالو يتصل بهم على الرقم الهاتفي المبين على الشاشة اللي هو 0649 20 0323، لأنهم ما خلوش فين سولوا عليه، ما خلوش فين بحثوا عليه، ولحد الساعة ما عندهم حتى شي علم فين كيتواجد هاد الولد. فهما مشطونين عليه، يعني الأب والأم ديالو والخوت ديالو والعائلة كاملة كتبحث على هاد الولد اللي اختفى على الأنظار في ظروف غامضة يعني أكثر من سنة، وحتى الحدود اللحظة فما تعرفوش عليه، ما عرفوش فين المكان ديال التواجد ديالو. هما كيوجهوا نداء لجميع المغاربة، كل من شافوا يعني تواصل معهم في الرقم الهاتفي المبين على الشاشة، كل من شاف هاد الولد يونس الحمراوي يعني اتصل بالأب ديالو اللي كتشوفوه على الشاشة باش يمشي يجيبوه، لأن مو خوتو العائلة كلهم مشوقين ومحتاجين يشوفوه ويعرفوا اشنو السبب شنو المشكل ديالو. هما كيقولوا الظروف غامضه اللي اختفى فيها، ما كيعرفوا عليه حتى شي حاجه. حنا غنحاولوا نقتربوا من الاب ديالو باش يحكي لنا يعني الظروف كيفاش اختفى الولد ديالو. تفضل. هاد الولد ديالك يعني تقريبا حوالي سنه باش ما بقاش بان، وجا عندنا العام الاول في العيد ديال رمضان وخرج من تما زائم، مشى ما بقى عيط لينا، ما بقى جا ما والو، عدو دابا شي عام وشي حاجه. من العيد ديال رمضان ما بقاتوش، من العيد ديال رمضان ديال العام الاول ما بقاش جا. العيد ديال رمضان فات يعني عام وشي حاجه، عام وشي حاجه ما مخاصمته مع واحد، ما عنده حتى شي مشاكل مع شي واحد، ما عرفناش كيفاش. هو فين كان خدام كيقرا؟ شنو كيدير؟ كان خدام في الدار البيضاء، كان كيقرا وخرج من القرايه. خدام في الدار البيضاء؟ اه. شحال تقريبا هو خدام تما قبل ما يخدم؟ شي 4 أشهر ولا 5. 4 أشهر هو خدام. مشى ورجع من تما، ما بقى رجع، ما بقى عيط، ما بوالو. ملي مشى ما كانش اتصال، ما عمرو ما لا كان كيتصل، ما بقاش اتصل صافي. ملي مشى من ورا العيد اتصل بكم شي مره ولا شي مره؟ ما اتصل بينا ومن ورا ما بقاش ديك النمره، ما بقاش خدام. لا كان في الدار البيضاء ديك النمره، ما بقاش خدامه ديالو كاع، الرقم الهاتفي ديالو ما بقاش خدام. بقاش خدام؟ لا. درت له شي ديكلاراسيون ومشيتو عند الدارات؟ لا ما درنا حتى حاجه، نروحو نكذبو. لا ما مشينا حتى شي بلاصه، كنسولو عليه الدراري كان يتلاقى معاهم وداك الشيء، ما كاين كاع اللي عطانا اخبار ولا. ملي حد الساعه ما دايرين نتوما شي مذكره اختفاء ديالو؟ لا ما دايرين حتى شي اختفاء. لا ما دايرين حتى شي حاجه. لا ما كاين والو. نوجهو النداء دابا عن طريق قناتنا قناه الشيء. اول مره؟ اول مره، اول مره كنديروا هذا النداء. واللي شافوا يتصل بينا الله يرحم الوالدين باش ما كان يخبرنا، الله يرحم الوالدين. يحاول يتواصل معك في الرقم ديالك؟ الله يرحم الوالدين. عاود ذكرنا بالرقم ديالك. 0649 20 0323. هذا هو الرقم، هذا هو الرقم ديالي. انتما كتواجدوا هذه المنطقه جماعه ولاد حسين دوار ولاد ناصر اقليم الجديده. يعني هذا هو المكان، هنا فين عاش الولد، هنا فين هنا فين تربى، هنا فين تزاد، هنا فين كبر. هو عارف راه ماشي هو. ما كاينش اللي عطاكم خبر ولا عائله ولا والو؟ لا لا ما كاينش اللي عطانا اخبار ديالو ابدا. كاع الناس اللي كانوا كيتلاقى معاهم كتسولوهم؟ اللي سولتيه كيقول لك لا النمره طافيه، ما كاينش اللي بقى عطانا اخبار ولا والو ابدا. اذا انتم كتوجهوا نداء عن طريق المنبر ديالنا شوف تيفي. اللي شافوا يتصل بينا الله يرحم الوالدين، يعني كل من شافوا يتواصل معكم في التي باش نبينوا يعني الصوره ديالو. الصوره ديالو هي هذه، هذه هي الصوره ديال هذا الابن المختفي. كما شاهدتم مشاهدي قناه شوف تي في، يعني هذه الصوره ديال هذا الولد المختفي يونس الحمراوي اللي كيبلغ من العمر 20 سنه، واللي الاب ديالو والام ديالو فهما داروا مجهود كبير كيحاولوا يعني يتواصلوا ويتصلوا بكل من كيعرف هذا الولد
ويعرف يعني فين بلاصه، ولكن حتى الحدود اللحظه فهما ما عارفينوش فين. اتصلوا بالعائله، اتصلوا بالاصدقاء ديالو، اتصلوا بالمعارف ديالهم، اتصلوا بكل من كيعرفو، ولكن الرقم الهاتفي ديالو غير مشغل، والولد ما بقوش عارفوا المكان ديالو. هما الان كيوجهوا النداء لكل من كيعرف هاد الولد، يعني يونس الحمراوي او لا شافوا، فيمكن يتواصل معهم على الرقم الهاتفي المبين في الشاشة، الرقم الهاتفي ديال الاب ديالو. فهو اختفى يعني تقريبا اكثر من سنة، مبقوش شافوه، مبقوش عرفوه. فهما كيوجهوا النداء لكل من شافوه يتواصل معهم ويتصل بهم على الرقم الهاتفي. فهما محتاجين يشوفوه، محتاجينه، محتاجين اخوته، محتاجين العائلة كاملة كتسول عليه. وفي انتظار التواصل ديالكم مع العائلة ديالو، استودعكم الله مشاهدي قناة شوف تيفي، دمتم في رعاية الله، والى اللقاء.